قضية مهمة عايزين نسيرها بقى، هي دي بس اللي هتكلم عنها، اللي هي السؤال الشهير: من خلق الله؟ انت بتقول ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الايه، خلق هذا العالم. طب من الذي خلق الله؟ طيب اذا قلنا الله له من خلقه، طب من الذي خلق من خلق الله؟ طب من الذي خلق من خلق الذي خلق الله؟ هتفضل ماشي التسلسل الى ما لا نهاية، والتسلسل ده لازم ينكسر. ما هو ما ينفعش تفضل ماشي كده الى ما لا نهاية، لان حقيقة ما لا نهاية ان مفيش ايه، مفيش نهاية. زي بالظبط بنضرب لها مثال، لو انت عندنا ايه، نجفة متعلقة بسلسلة من السقف، متعلقة بسلسلة، السلسلة دي عبارة عن حلقة معلقها حلقة معلقها حلقة، فانت بتقول ان كل حلقة مين هي اللي شايلها؟ الحلقة اللي فوقيها. طب ايه اللي شايل الحلقة اللي فوقيها؟ الحلقة اللي فوقيها. طب ايه اللي شايل الحلقة اللي فوقيها؟ الحلقة اللي فوقيها. الى ما لا نهاية. هل ممكن تستمر السلسلة الى ما لا نهاية؟ لازم في النهاية يكون في سقف متثبتة فيه اول حلقة، يعني لازم ينتهي التسلسل ده بسقف تتعلق منه، والا لو ما كانش فيه سقف السلسلة دي مش هتبقى متعلقة، هتقع كلها على الارض. فلا بد من وجود سبب حقيقي في الاول، لابد من وجود زي ما بنقول كده من خلق، من خلق اللي خلق هذا العالم. ما ينفعش نمضي بالتسلسل في المسببات او في الاسباب الى ما لا نهايه، لان كل دي مش اسباب حقيقيه، دي اسباب بالتايه، هو مجرد ان هو اوجد لان ايه، هناك من اوجده. لا، احنا بنقول ان ما ينفعش تمشي السلسله الى ما لا نهايه، لابد تنتهي بسبب حقيقي سموه سبب اول، فيرست كوز. السبب الاول ده هو اللي بتنقطع به السلسله، ويستحيل او باطل في العقل ان السلسله تمتد الى ما لا نهايه، لان امتدادها الى ما لا نهايه يعني ان مفيش سبب حقيقي اصلا. والمثال اللي بيضربوه العلماء في هذه القضيه زي الايه، الجندي اللي ضرب رصاصه، قال لك الجندي ده اخذ امر من الايه، من القائد اللي اعلى منه. طب القائد اللي اعلى منه اخذ امر من القائد اللي اعلى منه. طب القائد اللي اعلى منه اخذ امر من القائد اللي اعلى منه الى ما لا نهايه. هل ممكن تستمر سلسله الى ما لا نهايه؟ لازم في واحد ادى الامر الاولاني، والا مش هتطلع الرصاصه اصلا من الايه، من الجندي اللي في اخر الايه، اللي في اخر السلسله. لازم يكون في امر اول. فهو ده بطلان التسلسل، ده المقصود ببطلان التسلسل، ان التسلسل الى ما لا نهايه في الاسباب باطل. طبعا في تسلسل تاني اللي هو في الايه، في المفعولات، ان مثلا يكون في موجود ازلي زي الله سبحانه وتعالى، موجود ازلي وهو يفعل ازلا او يخلق ازلا، فهو هتلاقي سلسله من الموجودات بس دي مفعولات. احنا بنتكلم في تسلسل الاسباب او تسلسل العلل. شيخ الاسلام ابن تيميه في دار تعارض العقل والنقل بيقول ان حتى حجه التسلسل دي احنا مش محتاجين نحتج بيها. ليه؟ قال لك لان من اوجد هذا العالم المخلوق، الكون ده عشان يوجد، هو ليه احنا قلنا ان هذا العالم له خالق او له موجد؟ ان وجوده مش واجب. يعني ايه واجب؟ يعني وجوده يعني هو قابل للعدم، فيجوز وجوده ويجوز عدمه. فوجوده مفتقر الى ايه؟ الى من يوجده. فإذا كان وجوده يفتقر إلى من وجوده، يعني هو مش من نفسه الوجود بتاعه، ما هوش مستمد من ذاته، لا ده هو مستمد وجوده من من أوجده. فمن أوجده يبقى إيه؟ يبقى قادر على منح الوجود. فاهمين أنت الحتة، فاهمين أنت الحتة الصعبة دي؟ اللي هو الكون ده، الكون هنقول الكون كمثال يعني، مفتقر في وجوده إلى إيه؟ إلى خالق. وهذا الخالق هو القادر على منح هذا الوجود. هل الكون المخلوق او اي شيء مخلوق يقدر انه يمنح الوجود لغيره؟ كان منح نفسه، ليه ما اقدرش يمنح الوجود لغيره؟ يعني انا كانسان مثلا اقدر امنح الوجود لكائن تاني؟ انا كل القدره اللي نقدر عليه، ايوه ما عنديش القدره، كل قدرتي ايه؟ في التشكيله وفي التركيبه وفي التجميع وفي القولبه لكن هل انا اقدر انشئ كائن جديد او امنحه الوجود من العدم؟ ما اقدرش. ليه؟ لان انا وجودي مش من ذاتي، ده انا مفتقر في وجودي لغيري. فاهمين النقطه دي؟ ان من كان مفتقرا في وجوده الى غيره لا يستطيع ان يوجد غيره. العبارات اللي هي الايه، اللي هي الفلسفيه الصعبه شويه. فهو المخلوق
لا يستطيع أن يوجد غيره. فبالتالي الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وجوده ذاتي، صفة ذاتية له لا تنفك عنه، فبالتالي هو القادر على منح الوجود. فمن منح الوجود ليس مفتقرا في وجوده إلى غيره. شفت انت فاهمين الحتة الفلسفية الصعبة دي؟ أن الله سبحانه وتعالى بما أنه قادر على منح الوجود للي تحته اللي هو العالم المخلوق ده أو كل المخلوقات، فأنت بمجرد ما تعرف أن هناك كائن قادر على منح الوجود فأنت بتقضي بتحكم بأن هذا الكائن لا يحتاج لموجد، لا يحتاج لخالق. فسؤال من خلق الخالق أو من خلق الله أصلا فيه تناقض، لأن أنت حكمت بأنه خالق قادر على منح الوجود وغير مفتقر للوجود في ذاته، وبالتالي هو مش محتاج في وجوده لإيه؟ لحاجة أعلى منه. هو قادر على منح الوجود فوجوده إيه؟ واجب، وجوده ذاتي لا يحتاج ولا يفتقر في وجوده إلى إيه؟ إلى غيره. فبالتالي أنت لما تيجي تحكم تقول من خلق الله أو سؤال من خلق الخالق، هتقول لا بديهة لا، ده سؤال باطل، سؤال متناقض. ليه؟ لأن أنت قلت الخالق، إزاي هيبقى خالق وإزاي هيبقى مخلوق؟ المخلوق وجوده مش من نفسه، وجوده مفتقر للي أعلى منه، لكن الخالق وجوده من ذاته. طب عرفنا منين أن وجوده من ذاته؟ أنه قادر على منح الوجود. كونه قادر على منح الوجود وخلق غيره ومنح الوجود، ده يدل على أنه إيه؟ على أنه مش مفتقر في وجوده ده. فهمتوا الحتة الفلسفية الصعبة دي؟